نكمل كلامنا عن الجنيه المصري، هنتكلم عن الجنيه المركزي أو الجنيه الأخضر، وده صادر في 1/11/61، وطلع اتعمل منه 96 بريفكس، ووقع عليه كل من عبد الحكيم الرفاعي وأحمد زندو وأحمد نظمي، وسعره بيتراوح ما بين 10 جنيه ل 40 جنيه لو بأرقام عادية وحالته كويسة، لكن الأرقام مميزة ممكن من 750 جنيه ل 3000 جنيه. انا قلت اقول لكم علشان اللي عنده الجنيه ده يشوف الارقام الموجوده فيه، لو ارقام مميزه يبيعه لو بحاله الانصر ب 3000 جنيه. والسلام عليكم.